الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمه للعالمين ارسله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واذكركم واياي بالموت فان الموت تخطانا ومضى الى غيرنا وغدا سيتخطى غيرنا وينزل بنا اوصيكم ونفسي بترك الحرام واتقان الفرائض واداء ما استطعت من النوافل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وقال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما عنوان خطبه اليوم قصه فلسطين ايها الاخوه لكثره ما ناح اليهود من تنكيل هتلر بهم وتهجيرهم وقتلهم وهم مستحقون لذلك وليته اجهز عليهم جميعا فلم نر منهم مخبرا لكثره ما ناحوا اراد الغرب ارضاءهم ببناء دوله لهم وتجميعهم فيها وليتهم اذ اشفقوا عليهم اعطوهم بلدا من بلادهم لكنهم اعطوا ما لا يملكون فاختاروا لهم فلسطين تصوروا ان يقال لرجل اخرج من دارك لياوي اليها هذا المتشرد ونم انت في الزقاق او نم حيث شئت او مت حيث شئت هذا قضاء المدنيه وهذا قضاء الديمقراطيه فاذا قام هذا الرجل صاحب الدار مدافعا عن بيته متمسكا بحقه قيل له انك ارهابي لا تحب السلام ولا تؤمن بالعيش المشترك إن قضية فلسطين لم يجري مثلها ولا في أيام نيرون في عام 1896 أصدر الزعيم الصهيوني هيرتزيل كتابه الدولة اليهودية وبعد عام عقد مؤتمر بال في سويسرا وجاء فيه إنا نضع حجر الأساس في بناء البيت الذي سوف يؤوي الامه اليهوديه. وتم انشاء المنظمه الصهيونيه العالميه لتحقيق اهداف المؤتمر. كانت بريطانيا الراغبه بزرع داء وسط الامه الاسلاميه خير معين لهم فاعطاهم رئيس وزرائها بالفور عام 1917 وعدان يعلن فيه ان بريطانيا تمنح اليهود حق اقامه وطن قومي لهم في فلسطين. عجيب انت في بريطانيا فلتقم لهم وطنا قوميا في بلدك. لقد اعطاهم هذا الحق في فلسطين، وان بريطانيا ستسعى جاهده في تحقيق ذلك. بدأ اليهود بالهجره الى فلسطين في الوقت الذي كانت فيه فلسطين تحت الانتداب البريطاني، واستطاعوا تكوين دوله داخل دوله. كانت بريطانيا تحميهم وتتعامل معهم بكل تسامح. في الوقت الذي كانت تنهال بالتعذيب والتنكيل والشده على المسلمين على اهل ديار فلسطين ثم احالت بريطانيا الامر الى الامم المتحده وكانت تتزعمها امريكا التي بدورها استلمت الدور من بريطانيا في المنطقه فارسلت الامم المتحده لجانها الى فلسطين ثم قررت هذه اللجان تقسيم فلسطين بتخطيط يهودي وضغط امريكي. فأعلن قرار التقسيم للفلسطين بين المسلمين واليهود في عام 1947 في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين وهناك أعلن اليهود دولتهم التي اعترفت بها أمريكا ومجموعة دول غربية آثمة خلال أحد عشر دقيقة لا زال هذا الكيان قائماً في قلب الأمة الإسلامية داء ينشر الفساد والشرور وليس من علاج له سوى استئصاله من جذوره فاليهود منذ كانوا يهودا يقتلون الانبياء فضلا عن عامه الناس وينشرون الفساد والشحناء والعدوان والربا والزنا والموبقات ونرى ان تجمعهم هذا مقدمه ليتحقق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ان شاء الله تعالى بان المسلمين يقتلون اليهود ولعل فلسطين ستكون مقبرتهم والله غالب على امره ولن يفلح قوم سجل الله عليهم اللعنه ولعنهم وضرب عليهم الذله والمسكنه ايها الاخوه ان تاريخ الظلم والسرقه والغصب والتعاون على الاثم والعدوان لم يعرف ابشع ولا افظع ولا اشنع من سرقه اليهود لفلسطين بمعاونه الغرب الاثم وها انتم اليوم تسمعون المتكلمون من امريكا كيف يتكلمون بكل صفاقه وثزاجه وتحد يصفون اهل فلسطين الذين يدافعون عن بلادهم والذين يريدون ان يطردوا هذا الغاشم بانهم هم الارهابيون وهم المعتدون وهم الذين يسيئون للاسرائيليين الا ليشهد العالم كله ان فلسطين ارض العرب والمسلمين لا يتنازلون عن شبر منها لمخلوق لان في تنازلهم عنها تنازل عن دينهم وتنازل عن عربيتهم وتنازل عن ابائهم وشرفهم وهذا ما لا يكون قط او تبدل الارض والسماوات. ناس امنون في مساكنهم التي ورثوها عن ابائهم او اشتروها بحر مالهم، جاء من لا يأبى اللعن فوعد بها عصابه من اخس اللصوص ثم اسكنهم فيها. وقد اتفق علماء المسلمين ايها الاخوه على ان الجهاد يكون واجبا اذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين على ان يبدا اهل البلد الذين احتله العدو فان لم يكفوا فعلى من يليهم من جيرانهم الاقرب فالاقرب في والجهاد فيه قتال بالسلاح وفيه امداد بالمال وفيه مساعده باللسان والقلم وفيه رعايه لاسر المجاهدين وهكذا فان كل مجاهد يقف في الميدان وراءه العشرات الذين يعدون له السلاح والمال والعتاد والنقل ويرعون الاهل هؤلاء جميعا مجاهدون اذا كانت نيتهم صادقه وكانوا يسعون لاعلاء كلمه الله تعالى وها هم اهل غزه يقاتلون وهم قوم كانهم الملائكه صابرين مرابطين تائبين ثابتين يملا الايمان قلوبهم والقوة جوارحهم والثبات أركانهم وقد أرعبوا تسعة ملايين من إخوان القردة والخنازير وأرعبوا من ورائهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا فراحوا يحركون جحافلهم من أجل أن يشتركوا في هذا الصدام إنها دول الاستعمار قديماً وحديثاً لم تتغير وهذه مرة جديدة تظهر فيها امم الحريه والديمقراطيه والمدنيه وحقوق الانسان تظهر فيها على حقيقتها انهم كذابون دجالون افاكون الفوضى عندهم والوساخه عندهم والفجور عندهم تظهر همجيتهم ولصوصيتهم ودمويتهم ايها الاخوه ان كل مسلمين وكل عربي على وجه الارض مسؤول عن فلسطين وملام ان قصر بالدفاع عنها وان النار ان احرقت فلسطين فاننا سنحترق بلا ريب ان اهل فلسطين اخواننا واشقاؤنا ولهم علينا وعلى العرب كلهم وعلى المسلمين جميعا حق الشقيق على الشقيق ان هذه الارض الحبيبه ارض فلسطين هي وطن العرب ووطن المسلمين ولها عليهم حق الاوطان على اهلها وان فيها من ذكريات البطوله والمجد ما يهز القلوب ويثير العزائم بل ان تحرير فلسطين دين وعقيده تسترخص في سبيله الارواح ويبذل في سبيله كل نفيس فالقضيه جهاد في سبيل الله وما كان لله فهو المتصل وهي قضيه حق والحق لا يضيع وللباطل جوله ثم يضمحل يا ابطال غزه ويا اهل الكرامه والعزه بشراكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على ابواب دمشق وما حوله وعلى ابواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام الطبراني عن ابي امامه الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم الا ما اصابهم من لاواء وهم كالاناء بين الاكله حتى ياتيهم امر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله واين هم قال ببيت المقدس واكناف بيت المقدس يا ابطال غزه يا اهل العزه والكرامه ذكرتمونا صحابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بذلوا لدينهم ولعقيدتهم كل غال ورخيص لما كانت معركه بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس فحرضهم على القتال وقال والذي نفس محمد بيده لا يقتل اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه فقال الصحابي عمير بن الحمام وكانت في يده تمرات ياكلهن بخ بخ افما بيني وبين ان ادخل الجنه الا هذه التمرات فالقى التمرات من يده واخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل ونسمع اليوم عن شبابكم ورجالكم بل ونسائكم مثل هذا بعث المقوقس عظيم مصر رسلا الى جيش عمرو بن العاص فابقاهم سيدنا عمرو بن العاص يومين عنده وليلتين اطلعوا خلالها على حياه جند المسلمين لما عادت الرسل الى المقوقس سالهم كيف رايتم قالوا راينا قوما الموت احب الى احدهم من الحياه والتواضع احب اليهم من الرفعه ليس لاحدهم في الدنيا رغبه ولا نهما وانما جلوسهم على التراب واكلهم على ركبهم واميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد واذا حضرت الصلاه لم يتخلف منهم احد يغسلون اطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم فقال عند ذلك المقوقس والذي يحلف به لو ان هؤلاء استقبلوا الجبال لازالوها لا وما يقوى على قتال هؤلاء احد يا ابطال فلسطين علمتمونا باعمالكم شرحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان الخلائق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وانهم لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فاذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا واعلم أن القلم قد جرى بما هو كائن ختاما أيها الإخوة نشرت صحيفة أي دعوت أحرنوت الإسرائيلية العنصرية تقول إن على وسائل إعلامنا إعلام اليهود الصهاينة ألا تنسى حقيقة مهمة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب هذه الحقيقة هي اننا نجحنا بجهودنا وجهود اصدقائنا في ابعاد الاسلام عن معركتنا مع العرب طوال السنوات الماضيات ويجب ان يبقى الاسلام بعيدا عن تلك المعركه لكننا نبشرهم بان الاسلام ذاته الذي يخافون منه ان شاء الله سيقض مضاجعهم وسيرغم انوفهم وسيعيد الحق لاصحابه ولا يزال شبابنا المتمسكون بدينهم ورجالنا ونساؤنا يعدون العده في انفسهم وسياتي يوم ليصلي هؤلاء مجتمعين ان شاء الله تعالى في المسجد الاقصى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين